السلام عليكم بنات، كديري لاباس عليكم؟ كديري مع الصحه؟ كنتمنى انكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم فيديو جديد مع يوميات جديده ان شاء الله. اليوم غادي نخرجوا واحد الخريجه غير بسيطه، وغادي نديكم معايا. المهم غادي نوجد شي حاجه باش نديوها معنا. ما ياكلوا الدراري، كتعرفوا الدراري فاش يخرجوا راه دائما تيكون فيا الجوع. الله ما نديو معنا شي حاجه غير حدا الدار الطبيعه. ايوا صافي، هنا غادي نوجد دابا واحد الحريشات، بغيت نوريكم غير الغدا. هنا وجدنا السلطه. المهم هذا الغدا هذا غادي نخليه لكم كمائده غداء بوحدو، هو الغدا ديالنا. دابا غادي نشارك معكم غير الحريشات، ونشارك معكم هذا النهار كيف غادي يدوز ان شاء الله. دابا غادي نعبر واحد نص كيلو ديال السميده الرقيقه. ها هي السميده الرقيقه نص كيلو غادي ندير. وغادي نضيف ليه النكهه ديال زهره البرتقال اولا سكر من نكهه زهره البرتقال، كيعطي واحد المذاق زوين بزاف في هاد الحريشات. غادي نزيد كاس ديال السكر، بالنسبه للسكر ممكن تزيدو اولا تنقصو يعني على حسب الرغبه ديالكم. غادي نزيد كذلك واحد كاس ديال الطعيق الفورس، دائما كنعبر بكاس العنب اللي فيه 150 مليلتر. غادي نضيف معلقه صغيره ديال الملحه، ما تكونش عامره. غادي نحرك هاد المكونات شويه، وغادي نضيف 8 غرام ديال خميره الحلويات يعني كيس واحد. صافي، من بعد ما خلطت كلشي مزيان غادي نضيف دابا معلقه كبيره ديال خميره الخبز، ما تكونش عامره بزاف. هاد الخميره هادي كتخليها تجينا هشيشه، ما كتجيش عاصحه. نخلط واحد شويه، غادي نضيف معلقه كبيره ديال النافع. عرفتوا البنات فاش تضيفوا النافع بكميه كثيره كيجي هائل. صافي، غادي نخلط كلشي مزيان، كنشوف جميع المكونات تخلطوا مع بعضياتهم. وغادي نضيف بيضه وكاس ديال الحليب، غادي نخلط مزيان ونجمع العجينه ديالي. بالنسبه للعجينه كتجي مرخوفه شويه، غادي نخليها ترتاح حتى كتولي انها سهله باش تشكل لينا في يدينا. غادي نضيف كذلك كاس ديال الزيت هو الاول. وصافي، هنايا من بعد ما خليتها ترتاح واحد 10 ديال الدقائق غادي نشكل الكرات ديالي. غير واحد الملاحظه هنا، نسيت ما فندتهمش في السميده، غادي من بعد غادي نفندهم في السميده ونديرهم يطيبوا. المهم كل كره كورتها غادي نفندها في السميده عاد نحطها في اللاطه. صافي، غير السميده الرقيقه. صافي، غادي نستمر بنفس العمليه، وغادي ندخلها الفران. في الاول كنشعل ليها غير من الفوق حتى كتشقع، من بعد كنشعل ليها من التحت باش تطيب لينا، وصافي وكنخرجوها بالصحه والراحه. بالنسبه للحريشات وجدتهم في الوقيته اللي كنت كنوجد الغداء. صافي، درتهم دابا تيطيبوا، حطينا الغداء باش نتغداو، باش ان شاء الله في العشيه نخرجوا نديروا الكوتي على برا. صافي، غادي نتغداو ان شاء الله. بالنسبه لهذه المائده راه حطيتها لكم في الفيديو اللي قبل، غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. غادي نتغداو دابا ونرجع معكم ان شاء الله. صافي، الحريشات ديالي هنا هما طابو. غادي نديرهم دابا نخليهم حتى كيبردوا تماما، عاد غادي نديرهم في واحد العلبه باش نديوهم معنا. ها حنا البنات، صافي من بعد ما تغدينا جلسنا ارتاحينا شويه، وجدنا الكوتي وغادي نخرجوا شويه للطبيعه. راه حدا الدار هيها، نجلسوا واحد شويه نرتاحوا فيها، نداو الوليدات يلعبوا هما الدراري. ها حكيمه اختي، لاباس؟ لاباس بخير. هاني ها صهيب، حتى تيشوفوك دائما. ها هو عمران وهدايه. ها ياسير، هنا هو ياسير. ياسير سلام. احنا فين جينا البنات؟ هانتوما الطبيعه زوينه تبارك الله.
ايوا صافي حنا دابا جالسين حنا جبنا معانا الماكله ديالنا باش نديروا الكوتي هنا. والله الا عرفتي واحد الجو كاينه شميشه زوينه وفنه. هدايا عطات لخالتها ورده وما عطاتش لماماها. شنو ندير هنا؟ بلاتي البنات عفاكم فاطمه صاحبه حكيمه مختفون. فاطمه صاحبه حكيمه اللي عندها بنتها حكيمه. شكرا. اللي كانت ساكنه في حي مولى عبد الله. الا كنتي كتفرجي فينا تواصلي مع حكيمه. قالت لك حكيمه راه شحال هي كتقلب علينا مرتك والو ما لقاتهاش وقلبات عليك ما لقاتكش. المهم الا شفتي هذا الفيديو ما بقاش يدوزو من حدايا ما بقاش يدوزو كاع. المهم الا كنتي كتشوفيني جي عند حكيمه للدار. دوزي عند حكيمه للدار كتقلب عليك. ايوا هيا عنده ياسين. انا تسلم على صاحبتي لبنى وصاحبتي مينا. صافي هادو اللي عندي. ناري لك كنتي كتعرفي شي واحد اخرى تكاع. ما عنديش. البحر كيبان من هنا راه واش. احنا البنات حطينا الكوتي شو تخبوا كاع. عرفتي خرجنا بحال خرجنا من ورجعوا للدار. شو واش كاين معاكم؟ شوف شوف شوف. ايوا صافا مشيو دابا نديرو الكوتي. درت انا الحليب فايت الحليب جبت القهوه جبت هاد الكيسان ديال البلاستيك هادو كنت خديتهم من صاكا هما وهادو هاد البلاطوات هادو من صاكا ديال البيكنيك. ايوا صافي تتسنوا فيه. كنت درتوا هاد كنت درتوا هاد الجلسه حدا شي جامع كنت دبرتوا على راسكم. باي باي خويا اللي يقولوا خاو وي في الحليب. كيسولوني على الترموسات صحو زوينين ندير راجعهم. ماما صوري قلت لها صوري. لا فيلمي فيلمي يلا نروح. اش من نوع؟ تبع يلا ماما ماما خذها يس خدتها يس. The winner is Leila.
صافي البنات احنا دابا غادي نشوف كيفاش وليت زنك تكاع لعبنا شويه الرياضه وما احنا دابا غادي نمشيو نرجعوا للدار. غلبتني غلبت حكيمه غلبتها انا غلبت كلشي انا ها ممرا. دابا نخليكم حتى نطلعوا ان شاء الله فيديو جديد مع روتينات جداد ان شاء الله. سخرت سخرت يلا السلام عليكم تصبحوا على خير.